فكره اتحاد الكوره ممكن يقوم معاك بالقصه دي ويدعمها، تدعمها الوزاره مع الاتحاد، ما فيهاش مشكله ما هو يعني. هم يشوفوا لها اي صرفه قانونيه او اي صرفه انا معاهم فيها، بس هم ينصفوني عشان يبقى في انت شفافيه. الرحله دي بتكلفك كام يا سياده الرحله المستشار؟ دي يا باشا قبل الدولار كانت بتكلفني ربع مليون جنيه. ليه حضرتك؟ انا حاسبها لحضرتك 40 تذكره رايح و40 تذكره جاي، يبقى كده 80 تذكره. 80 في 2000 جنيه متوسط التذكره 160,000، وغير الاقامه يومين وغير الانتقالات اللي بعد كده. طب هو الدولار زود التذكره؟ ايه علاقته؟ زود التذكره، هيزود التذكره طبعا. لسه ما زادتش وانت احنا هتزيد. انا بحسب على القديم قبل زياده الدولار، بقول لسعادتك. ايوه بس التذكره مش هتزيد، ما تقلقش. الحسبه لا هتزيد، الحسبه دي حضرتك مش هتزيد. ان شاء الله ما تزيدش، انا مش عايزها تزيد. انت بتتكلم 160,000 زائد استضافه الفندق زائد التدريب زائد كل الكلام ده، ربع مليون جنيه المتوسط. تمام، فاضرب بقى ربع مليون في 17 مباراه هتعمل لي كام رقم؟ انا هحسبها لك وانا على الهوا والله، على الموبايل اهو. بص يا سيدي بقى، انت بتتكلم في 4.25 مليون. أربعة خمسة مليون يعني. أربعة أربعة مليون وربع، في رقم كبير يعني، بس رقم كبير بس جدا خاص على نادي بالطيران جماهيري مفيش فلوس. يعني 4-5 مليون خاص بس بإنك تنتقل. أنا يعني غير مستحقات، غير بدلات، لا غير ده 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 ما هو المستحقات واللعيبة ده على كل الأندية، وكل لاعب أو كل نادي فيه عنده عليه مستحقات لعيبته وبتاع. أنا مش بتكلم في كده، بتكلم على اللي أنا بتغرمه زيادة عن بقية الأندية. تمام تمام بس تمام. مش اكتر من كده. فاحنا برضو من خلال برنامج حضرتك المسموع والمرئي، فاحنا بنقول يا جماعه يعني، وبناشد تاني وحاناشد وساظل اناشد حتى يستجيب المسؤولين عن لعبه كره القدم في مصر في ان يحققوا لي مبدا تكافؤ الفرص. ليس تمام، واهالينا في اسوان احنا يهمنا يبقوا مبسوطين، والفريق الاسواني يبقى موجود في الدوري. نعم، لان الفريق ده حضرتك بيمثل في الصعيد كله دلوقتي حضرتك. مظبوط مظبوط، وانت عندك رئيس الاتحاد صعيدي دلوقتي وهو مش فاهم. وفوق دماغنا من فوق اخونا العزيز جمال بيه علام يعني. طيب، وهو ادرى بظروفنا ان شاء الله طيب. ان شاء الله الموضوع ده يخلص وينتهي باذن الله ان شاء الله. اسمع من حضرتك خبر كده مره تتصل بيا تقول لي خلاص هنتابع ونقول لك ان شاء الله. ان شاء الله باذن ان شاء الله. ذات المستشار انتوا خلاص يعني الكابتن ربيع ياسين ترك الفريق، وفي كلام ان الكابتن عماد النحاس بيقترب من القدم. والله الفريق. حضرتك الكابتن عماد ضمن الناس اللي هي اصلا واخده على اسوان، هو ابن اسوان كلاعب اولا قبل ما يكون لعب في مدرب. اسوان اعتقد بسنه لعب في اسوان يا بيه، بدايته اسوان لعب وبعد كده كان يدرب اسوان وله تجربه ناجحه معانا، و نتمنى ان هو يكون موجود. بس هو في يعني هو احد الناس اللي احنا بنتواصل معاه. هو مين بقى سياده المستشار؟ ما هو لسه حضرتك انا ما اقدرش اقول مين لسبب واحد. ليه؟ لان انا عندي ظروف حضرتك تختلف وبشارك حضرتك معايا فيها. اللي هيجي اسوان ده لازم يبقى عارف ظروف اسوان حضرتك، ان ده فرقه شعبيه ما فيهاش فلوس كتير، ما فيهاش. بتتكلم على المرتب وان هو هيقيم في اسوان. او هيقيم في اسوان، انت عارف في بعض الناس يقول لك انا ايه اللي يوديني اسوان؟ اتمرن في القاهره. كيلو. اتمرن في وانا مش هقبل الكلام ده. ليه؟ لان الجمعيه العموميه ليها حق علي ان تشوف الفرقه بتاعتها. لا، انت فرقه اسوان، انت فرقه اسوان في الاخر، وانا فرقه اسوان بمثل اسوان. مظبوط. فاحنا عايزين حد يقبل، هنشوف حد وبنتفاوض مع كل الاخوه الافاضل في ان احنا حد فيهم. امتى هتعلن؟ وقت ما اوصل الى حد معين وخلاص فعلا هكتب مع عقد هعلن. ده اصلا مش سر هيكون. طب هل في التارجت بتاعكم ان انتوا يبقى في يناير يعني صفقات، يبقى في كلام من ده؟ ما احنا لسه ما وصلنا. ده على حسب ظروف اللي هيجي ويشوف ايه اللي ناقصه والاماكن اللي ناقصاها ايه. ده امور فنيه ما اعرفش اتكلم. انت جبت كم كبير من اللاعبين؟ انا جبت كم وعندي قوام فرقه مبسوط بيه جدا، لعلم حضرتك قد يكون صادفني سوء حظ في الثلاث مباريات اللي فاتوا، لكن نامل ان شاء الله القادم يكون افضل باذن الله. هل اسوان اللي استغنى عن الكابتن ربيع ولا الكابتن ربيع هو اللي اعتذر؟ لا والله انت عارف احنا كل شعب اسوان وكل مصر بتكن للكابتن ربيع كل احترام وكل تقدير، وهو شخصيه طبعا فوق الوصف، واحنا تعاملنا معاه قبل كده وكان له تجربه معانا قبل كده. هو قد يكون صادفه سوء حظ. احنا بعد الماتش جه النادي الراجل ومع مجلس الاداره وبكل حب وبكل ود الراجل اعتذر واحنا قبلنا اعتذاره يعني. تمام، يعني هو اللي اعتذر. تمام. اصل خد بالك دلوقتي لو المدرب اعتذر ما يمرنش تاني في الدوري. لا هو اعتذر الراجل وحفاظا برضو على العلاقه اللي بيننا وبينه، يعني احنا قبلنا الاعتذار يعني بدون اي حاجه خلاص. لا بدون اي حاجه. هل بصراحه كده وبصدق وبدون ذكر اسماء، هل منصب المدير الرياضي ده كان غلط؟
لا ما نقدرش نقول غلط، لا الكابتن هيثم عرابي ليه ايجابيات كتير جدا معانا عملها الراجل، هي كانت تجربه استاذ محمد تجربه جديده علينا بس مش اكتر من كده، لكن الراجل عمل يعني اللي هل عليه انت هل هل هل, هل التعامل بالطريقه الاولانيه افضل ولا دي كانت يعني انت كراجل دلوقتي خط الشكلين يعني نعم هل هتجيب مدير رياضي تاني ولا خلاص الموضوع ده بحسب بالنسبه رؤيه المدير الفني مش انا اللي المدير الفني ماله هتكلم اصل المدير فيه. الرياضي ده بتاع ده النادي اللي لا لا بيعينه هو اللي ده مش بيطلب مدير عايز، كوره ده مش مدير لا كوره هو عموما انا النهارده الراجل كانت تجربته مش بس على الفرقه، ساعدنا في تكوين الفرقه، ساعدنا في استثمار الناشئين، ده كلها كانت ايجابيات يعني لكن الراجل انتوا اللي مع بتسددوا كل المرتبات المرتبات النادي هو اللي بيسددها وملتزم الحمد لله. وعند نقطه اكد عليها ان نادي اسوان كل التزاماته السابقه واللاحقه ان شاء الله مش هتاخر فيها، ده قبل ما نادي كمان من غير ما انا اكون موجود في تمام. كل بس هو مجال في السؤال الاداره اللي كان السابقه. بيتردد ان في شراكه بينكو وبين لا ما المدير حصلش، الرياضي السابق انت لو بعتوا لعيب له نسبه لا لو لا لا ما حصلش للامانه عشان الراجل ياخد حقه ما ولم عشان بس يحصل الكلام هذا ده الكلام. يتوضح يعني انت لو لا بعتوا لعيب خلاص هو ملوش علاقه لا لا ما فيش الكلام ده ولا حصل الكلام ده يعني. ولا ليه علاقه خلاص بالموضوع باللعيبه اللي عندكم هو الراجل جه للمهمة وأدى المهمة بتاعته على أكمل وجه، ما حصلش توفيق بعد كده. برضو نفس الكلام بعد ما انتهينا الكلام مع الكابتن ربيع ياسين، أنهينا الكلام مع الكابتن هيثم عرابي يبقى اذا واعتذر، النادي اسوان يبيع ما يبيعش دي اللعيبه دي بتاعته ده وما فيش بتاعته وملكه طبعا هو اللي بيسدد لها فلوسها. تمام يعني لا اقصد ما فيش نسبه له لا 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 ما فيش حاجة زي فيش كده الكلام طب خالص. تمام يعني الكلام ده عشان في تردد كتير فيبقى لا الكلام لا لا واضح وحضرتك لا انت ايه الكلام واضح صاحب تماما الموضوع يعني، لا طيب الكلام واضح عموما سياده تماما. المستشار الدوري لسه طويل دول ثلاث لا ماتشات الدوري لسه طويل ونأمل دول إن شاء ثلاث الله بإذن ماتشات الله يعني الأمور كلها تتصلح، فيعني مش فبشويه هنقول تنظيم يحالفنا التوفيق في القادم يعني. بشويه تنظيم وشويه توفيق مع اللعيبه اللي موجوده مع جماهيريه لو عندنا اسوان سكواد فرقة كويس جدا 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 ان شاء وكل الله النقاد وكل الناس اللي شافت قالت الكلام ده مش أنا اللي قلته يعني. ان شاء الله باذن الله مع إن شاء المستشار الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان بشكرك شكرا جزيلا